هذا وتوجه أيضا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الحي السكني الثالث آر 3 الذي يتضمن عددا من الوحدات المخصصة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وأقام مدبولي بجولة بالحي السكني حيث تفقد المدرسة الموجودة هناك وعدة وحدات سكنية ويقع المشروع على مساحة عشر فدانا وبه وعشرون ألف وحدة سكنية وتم مؤخرا تخصيص 4000 وحدة سكنيه للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمه الاداريه وسيتم تسليم الوحدات في اقرب وقت طبقا للخطه الزمنيه التي تم وضعها من خلال الجهاز